سايلور بيال جوينت اسمها ايه؟ سايلور بيال جوينت. يبقى اول حاجه في الموضوع هو الغلاف اللي بيغلف في الجوينت غلاف كبسول. تاني الناس اللي صح معايا يبقى لو دي عظمه وتحت دي عظمه هنا ده طبعا نص جوينت النص التاني بيتشال عشان نشوف اللي جواه اللي من فوق لتحت ده بقى يبقى من ده يبقى كده فايبرس كبسول اسمه ايه؟ فايبرس كبسول. لو حطيت من بره ممكن احط اربطه والربع اربطه دي تسمى ايه؟ ليجامنت تسمى ايه ولايه ايه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين باجي على سطح العظمه اللي هتعمل العظمه اغطيها بكارتج. الكارتج ده اسمه ارتيكيولار كارتج. طب الارتيكيولار كارتج ده نوعه ايه؟ هاي لاين قلنا الكلام ده زمان. الهاي كارتج يتميز بانه سموث ناعم. وكمان بحط عليه سائل زي الزيت كده اسمه سينوفيال فلويد هيبقى لوبريكيتد. يبقى الاحتكاك قليل جدا جدا بين العظمتين. وده اللي بيحصل له تآكل لما اكبر في الوزن شويه او ادوس على الركبه شويه وخشونه الركبه والقصه الطويله دي. يبقى في كارتج اسمه ارتيكيولار كارتج. نوع ايه؟ هايلاين كارتج. بيغطي العظمه الارتيكيولار سيرفس. طب السطح ده هو ناعم وكانت اشحمه. كلمه لوبريكيتد يعني اشحمه. اشحمه بمين يا اولاد؟ بسائل اسمه سينوبيال فلويد. زي العربيه بتحط لها زيت ليه؟ عشان الحديد ما يحطش في بعضه الاول، يبقى دي الفكره. طيب لما اكبر في السن بيحصل حاجه اسمها اروجن وتآكل، احنا عارفين ان الكارتريج ما تمشيش جواه اوعيه دمويه وما بيمشيش جواه نيرفز. طب يعتمد على ايه ده ازاي؟ بديفيوجن. ديفيوجن منين بقى؟ بص الكتاب معانا كتب واحد وما كتبش اثنين. واحد قال لي ايه؟ من السينوفيال فلويد. طب اثنين؟ من الاندرلايند بون. تعرفوا ايه معنى كلمه اندرلايند بون؟ العظم اللي تحته. يعني لما اجي ابص في الصوره ديت قدامكم فاهمين بقول ايه؟ بقول ان انا عندي هنا كده الطلبه الصحيه دي عظمه تحت الكارتج ودي عظمه. العظمه دي فيها غذاء بتديله والعظمه دي فيها غذاء بتديله والسينوفيال فلويد بتديله. يبقى ليه كذا سورس كده من التغذيه. كلمه الرودد يعني يتاكل. يتاكل مع تقدم مين يا اولاد؟ السن. ولكن في حتت من الكارتج بقت ايه يا ولاد؟ متاكل. والحاله دي بنقول ان حصل الكارتج بتاعه طبعا زي عظم كده باين دي اللي هو الاند فيمر ودي عظمه ثانيه وقالوا الارتيكيولار كارتج. وزي ما بنقول مع تقدم السن ممكن يحصل له حاجه اسمها اولاد تاكل قدر الامكان. الناس اللي صح بقى تقدر تقول لي اعرف ده عن عنوان اسمه ارتيكيولار كارتج. يبقى سطح العظم اللي هيقابل بعضه هيبقى متغطي بطبقه من الكارتج اسمه ايه؟ ارتيكيولار كارتج. انتوا بتعملوا النهارده عشان الامتحان مش كده؟ بس مش شرط تحلوا امتحان وهتكتبوا اسمائكم وهنلم اسمائكم. فطبعا اللي مش مذاكر ما يكتبش ولو غشيته هنعرف في طريقه كده بنعرف بيها الغش. مش كده لا يعني ما تخافوش يعني هو امتحان عسير وعسير عسير. يعني اللي مش مذاكر يقوم روح واللي جاي يحضر عشان الامتحان يقوم روح. مش كده لا في حاجات كتير جدا ده انا قاعد طول الليل بفكر في اسئله صعبه. فيعني لغايه ما ربنا يهديني بخمس اسئله زي الفل. فلو جينا مع بعض وخمسه غيرهم بعد الظهر على فكره خمستين مختلفين تاني فربنا يقويني ان شاء الله. بعد كده بس عشان انا انا راح يقوم اللي هو حتى راح بشرفه طول عمره يجيب 100% اللي بحضر اللي بروح بس حاجه بهدله بقى. المهم نكمل بقى. يبقى في كارتج اسمه ارتيكيولار كارتج. اسمه ايه؟ ارتيكيولار. يبقى كل سينوبيال انا عايز كتاب على فكره. يبقى كل سينوبيال جوينت تتميز بالصفات الاتيه للطلبه الصحيين. اول ارتيكيولار كارتج مكتوب انه هايلاين كارتج. وبعد كده كتب انه سموث ولوبريكيتد. ايه معنى سموث؟ ناعم. ولوبريكيتد يعني ايه؟ متشحم. بتشحم بسائل اسمه سينوفيال فلويد. اللي انا رافض بقى ما بيمشيش ولا نيرفز. يبقى الكارتريج ما بيمشيش فيه اعصاب والكلام ده خدناه في كده. واخيرا النيوتريشن ان الغذاء بيجيب ازاي الغذاء؟ من السينوفيال ميمبرين من العظم اللي تحته اندر انا بمشي معاك لاين بون اندر تحت لاين يقع بون عظمي. ان اولد ايج شو ريجولاريتي. ايه معنى ريجولاريتي؟ يبقى غير منتظم. لان بيحصل اروجن عند ريليشن سنات هي زي نفس الكلمه. ابص على الكارتريج بدل ما مش عيب كده عمال على ويطلع كده يحصل حاجه اسمها انسداد انديوليشن او عدم انتظام الريجولاريتي. يبقى انديوليشن يعني زي ابص مرتين على بعض كده الثاني اسمها
سنايا كده زي الريجولات بالظبط نفس المعنى. Due to the erosion, erosion in the airport. كتبوا جملة بعد كده the eroded cartridge, the cartridge المتآكل don't repair. الكلام ده غلط. طبعا احنا نقوله طبعا في الامتحان انما احنا في ادوية حاجة اسمها جلوكوزامين بتاخد جرعات طويلة 6 اشهر و 6 اشهر كده بيجيب نتيجة كويسة لو استخدمناها كويسة. المهم يعني عشان ما تقعدش في قعدة يقول لك جدي عنده تاكل في المفاصل، لا مش هخف اجيب لكم الكتاب تشوفوه طبعا تطلع حمار في الايه طبعا ايه فانت ما تمرش بالتجربه دي. مسكين الناس بعد كده اولاد عندنا الجوينت كافيتي تزويد الجوينت. احنا عندنا العظمه دي حد السرحان راكبه على عظمه ثانيه كده الاثنين راكبين على بعض منهم تزويد كان كم مكتوب كلمه عاديه إنه potential cavity. إيه معنى كلمة potential cavity؟ potential يعني خفي، cavity خفي، cavity بتبقى معايا، بمعنى إيه؟ العظم بتاعنا قريب من بعض أوي، وكأن الحديد ضيق جدا، بصوا جيب قميصي، جيب قميصي دايماً كأنه ضيق أوي، بس ممكن أحط قلم وقلم ونضارة، وأحط كمان قلمتين، أحط حاجات كتير جداً، يبقى الجيب ده ممكن يتنفخ كده. اي تلويث في جسم الانسان يبان صغير بس ممكن يتجمع فيه فلويد ويكبر ياخد لقب اسمه ايه؟ بوتنشال. يبقى كلمه بوتنشال يعني خفي، كافيتي خفي، كافيتي مش معلن عن نفسه. انما نبقى واحده ممكن يحصل فيه تراكم جسدي، يعني ركبتي دي قد كده. تتخبط تبقى قد كده. تعمل علاجات ترجع تاني، يبقى الفراغ اللي جوه المفصل منظره شبه معاها، ربنا يخليك حبيبي. منظره صغير. انما ممكن لو يتجمع في دم وصديد ويكبر اي فراغ بعد جسمنا منظره صغير بس ممكن يتجمع في دم او كده يسمى كلمه اسمها ايه؟ بوتنشال كافيتي. طبعا طبيعي عندنا كلنا في طبقه قليله جدا من فلويد اسمه سينوفيا فلويد اللي هنتكلم عليه دلوقتي. سين فيلم يعني طبقه رقيقه. نبص الكلام المكتوب. ايه المكتوب؟ يا عم سعيد خد البتاع دي رجعها له وعلى طول كده اديها له خشه كمان انا عايزين اعرف لو كل مره ده بيستهبل بقى ليه؟ ده له شكر بعد كده وليه بص مهم الجوينت كاميتي هو بتنشر كاميتي مانيفست يدي اعراض يدي وضوح يبقى باين بايه بقى؟ ايه فلويد لو اي سائل التهابات ايا كان او بلاد دم او صديد كلمه بس اللي هو الصديد او القيح لو تعرفين واحد هنا جيل بتاع كده اللي حاجات من ده وبيضه كده طالعه من ايده ده اسمه بس كولكتد ان ايد. طب الكلمه ده نورمال كونتين ايه؟ فيري ثين 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 يعني لا بسيط قوي يعني لاير بدل ثين كان ممكن نقول طبقه رقيقه جدا من السائل اللي اسمه ده اللي هي سينوبيا فلو. مره ثاني الكلمه دوت وصفناه ان ايه؟ بوتنشال. هو خاف ان احنا ما نفهمش بوتنشال دي خبطنا على طول. عندنا بوتنشال اللي ممكن يتجمع فيه ويبقى مانيفستد واضح لو اتجمع فيه مين ومين ومين بقى كده ممكن يتجمع فيه صديد ممكن يتجمع فيه دم او اي كان ده اسمه يا اولاد اللي هو كابتن. فهمت الكلام؟ بعد كده يبقى السايلوبيا جوينت دي كميته كده اولاد هنتقدم حاجات كتير نقدر نقدم مع بعض ولا لا؟ اولا الجوينت بتحول بفايبرس كبسول واحد. العظم بيتغطي بكارتش اسمه ارتيكولار كارتش اثنين. العظم بين الفراغ اسمه بوتنشال كابت لما بتحول بكبسول. والكابت دي ضيق ولا واسع؟ يبان ضيق بس ممكن يوسع، يبان ضيق بس ممكن ايه؟ يوسع. وفي ليتل اماونت من فلو. يجي بعد كده في غشاء اسمه سينوفيال ميمبرين. السينوفيال ميمبرين ده بيبطل الجوينت من جوه ويغطي اي حاجه جوه الجوينت اكسبت الارتيكولار سيكس. يعني الناس اللي صحية تقدر تقول لي كده لو ده مفصل من مفاصلنا للطلبة الصحيين يبقى اقول كده ما يفهم الجوينت بتاعي هنا كده ادي مفصل من مفاصلنا او نعمل التاني دوت كده اللي بيبطل المفصل من جوه ده ميمبرين اسمه الميمبرين دوت سينوفيال ميمبرين اسمه بلاد سينوفيال ميمبرين. كلمة سينوفيال يعني زلالي الغشاء الزلالي الزلالي يعني في زوجة كده بالظبط زي الرياضة البيضاء البيضة اللي هي كده لما تتكسر تشوف الزلال هل الزلال اللي هو البياض بيبقى زي مية الحنفية ولا في لزوجة؟
هل الزيت اللي بقلي بيه زي ميه الحنفيه ولا في لزوجة؟ دي اسمها مادة لزجة شوية، لسه اللوبيا سائل لزج شوية. تمام. الممبرين بقى اللي بيبطل الكالسيوم دول ده اسمه سينوبيا الممبرين. السينوبيا الممبرين يغطي أي حاجة جوه الجوينت ويبطل كلمة لاينت إلا أي إن إي دي، يعني يبطل جوه، يعني دول الجاكيت بتاعنا تبطل بطالة بتلمع كده شوية، الأوضة دي بطلناها ورا حيطة أي مكان. فالبطالة يعني لاينت، لاينت الممبرين، اسم الممبرين ده سينوبيا الممبرين. يعني لو ده الجوينت بتاعك الكبسول بتاعه يبقى الجوينت كده ابطل من جوه الممبرين، اسمه ايه الممبرين ده؟ سينوفيال ممبرين. السينوفيال ممبرين مكتوب برضه كلمات كده مهمه جدا. اول حاجه من سن رؤية، وتاني حاجه مويزت، مويزت يعني مبلول، مين اللي بقى له سينوفيال في الاول؟ وجلستنج بيلمع، دكاتره العظم بتعمل منظار، تيجي رجل العيان يفتحها من الجنب بخش بالمنظار ويصور وياخد عينه. بنقول يا دكتور انت لما تخش الاوضه دي المدرج لازم تلاقي دكتور وشاشه وبنش وطبقه، ما تخش تلاقي واحد بيلعب كوره. فدي صفات المدرج، يبقى كل حاجه اخشها لازم اعرف ايه النورمال اللي جواها. طب النورمال ابص جوه الجوينت بالمنظار الاقي ايه؟ الاقي غشاء رؤيه اللي هو النوبيا الممبرين، جلستنج بيلمع وعليه شويه من السينوفيال كده يعني مبلول. افرض دخلت لقيته لونه ضلمي معكر كده ولقيته تخين واخدت منه عينه، ده دليل ان دي التهاب في السائل غشاء الممبرين، يبقى انا لازم بعرف صفاته. طب السينوفيال الممبرين ده فين في الجوينت؟ بيغطي كل حاجه جوه الجوينت اكسبت ارتيكيولار سيرفس. ليه ربنا ما يخليش السينوفيال الممبرين تروح على سطح الارتيكيولار سيرفس؟ دكتور يقطعوه، ربنا يخليك ليه؟ لما يكون السينوفيال الجوينت اتحرك اروح رايح بعض كده يعمل في الممبرين يقطعه. يبقى ربنا قال لا، قال طب احنا هنحطك على الجدار وانت موجود كده مخ السينوفيال فلويد بتاعك هو السائل اللي هيخش بتوين مين وبين الايه؟ العظم بتاعك، فمش محتاج هو يبقى موجود بينه. يبقى السينوفيال الممبرين لما احط سؤال كده ام سي كيو او كده بيلاين او بيكفر الارتيكيولار كارتريج، إجابة غلط. مش كده لا، هو بيعمل إيه؟ بيبطل أي حاجة جوه الجوينت إكسبت مين؟ أرتيكيولار كارد. ويغطي أي حاجة جوه الجوينت إكسبت مين؟ أرتيكيولار كارد. يبقى الإكسبشن هو بيطلع في الكلام. طبعاً دي فانكشن، إيه الفانكشن بتاعتها على فكرة بقى بالمرة؟ بيسكريت وأبسورب. يعني أنا بقول المفصل ده أنا موجود بيه مثلاً 63 سنة. هل المفصل ده جواه سينوفيال فلويد اللي اتولدت بيه؟ طبيعي ولا ايه؟ اكيد الفلويد ده افرز وامتص. مين اللي بيفرزه؟ السينوفيال ممبرين. والكابيلاريز اللي فيه عندها خاصيه الامتصاص، يعني السينوفيال ممبرين اللي هنا يعمل ايه ويعمل ايه يا اولاد؟ يسكريت ويابسورب، يسكريت الفلويد يرجع يابسورب مره تاني. قلت لك القصه ماشيه كده. يبقى في ممبرين اسمه اولاد سينوفيال ممبرين. السينوفيال ممبرين سن رفيع مويزت مبلول جلستنج بيلمع ممبرين بيكفر اول ذا ستراكشر انسايد ذا جوينت اكسبت ان سيرفيس ارتيكيولار سيرفيس، ويبطل الكبسول من جوه. الفايده بتاعته، السكريت يفرز وابسورب يمتص السائل اللي اسمه ليه سينوفيال. الكلام ده ماشي ولا مش ماشي؟ تمام. ارجع اسال بقى سؤال بعد كده، وليه السينوفيال فلويد؟ عارف كده عم سعيد زعلتني منك كبرت اديته القهوه يشرب ولا لا؟ حطيت هنا؟ انت بطلع يا سيد والله، تاخدها منه زي كده، قالوا ليه؟ نقول بقى مع بعض كام الكلام. السينوفيال فلويد ده شكله ايه؟ نبص كده بيل يعني شاحب شويه، فيسكس لازم مش كده؟ يبقى بنقول عليه بيل فيسكس فلويد، بيل يلو فيسكس فلويد، يبقى هو سائل مسكر فاتح وبسكس لازم فلويد. طيب زي مين؟ الايج البومن. ايه معنى الايج البومن؟ بياض البيضة النية. يبقى لما نيجي في البيت نكسر البيضة في الصفار بس وهي نية ويبقى البياض، ده مكشوش ابيض قوي تلاقيه مسفر شوية كده، ده شكل. طب السينوفيال فلويد ده شكله ايه؟ اصفر خفيف كده، وزائد انه لازم زيت، زي الزيت.
في انواع خلايا جابوا كده معاكم خلايا اسمها سينوفيا سيلز، دي تساقطت من الجدران من السينوفيا الممبرين، وشويه خلايا اكله اسمها ماكروفيلز تاكل اي اجسام غريبه تظهر جوه الجوينت من التهابات او زيت، وخلايا الليمفوسايتس تعمل انتي بوديز، يبقى كده السينوفيا فلويد سائل فيه ديفرنت تايب من السيلز. من الخلايا اسمها ليمفوسايت عندها قدره تصنيع اجسام المناعه اللي اسمها انتي بوديز، وخلايا ثانيه اكله تاكل اي حاجه غريبه. انا لما اجي الاوربيت دي تورم كده احط لك كمانات ترجع عاديه. طب النزيف اللي حصل جوه ده مين اللي كلته؟ خلايا وامتصته الكاميرا في الاوعيه الفوقيه في السينما المبرين، والموضوع خلص. طيب ارجع اكمل معاكم كده. السينما الفلويد بتاعنا ده ايه وظيفته؟ قالوا يا دكتور بيلوبريكيت، بيلوبريكيت يعني بيشحن الارتيكلر سيراكارتر فبيقلل الفريكشن والتآكل. نمرة اثنين في مواد غذائية بتنزل الكارش، تبقى عايز بوظته كده. أنا بسأل سؤال، أعرف يعني السينوفيا فلويد شكله إيه؟ قالوا بيل يلو ولازم بيسكس، أنا عرفت دي كويس. بيل يلو بيسكس، بيل يلو إيه؟ بيسكس. زي مين؟ الإيه؟ قالوا بيارد البيل، ده حرفته الحمد لله. قال طب السائل دوت فيه خلايا؟ خلايا اسمها سينوفيا سيلز، وخلايا اسمها ماكروفاج دي أكلة لأي جسم غريب، والليمفوسايت تعمل أجسام المناعه اللي اسمها انتي بودز. قالوا طيب هل في وظيفه ان يبقى في سينوفيا فلويد والمفصل؟ قالوا بيلوبريكيت سطح الكارتريج، ولما اعمل له لوبريكيشن يبقى الاحتكاك قليل واقل الفريكشن والتئاب. بنفس الوقت السينوفيا فلويد في مواد غذائيه تغذي مين؟ الكارتريج. عايز واحد فينا يقول لي ايه صفات الارتيكيولار كارتريج؟ السينوفيا جوين بتحول بكبسول واحد، والعظم عليه كارتش اسمه ارتيكولار كارتش، وده هايلايت اثنين. وعندنا ايه؟ في كارت اسمه بوتنشال كارتي اللي هو كارت ضيق قوي، وممكن يكبر لو تجمع صديق وكده، عشان كده سميناه ايه؟ بوتنشال كارتي. وفي ممبرين يبقى تدخل جوه اسمه سينوفيال ممبرين، وفي سائل اسمه سينوفيال فلويد. بعد كده يجي نقطه اسمها ايه للصحيين؟ ليجمنت. الليجمنت اللي بيسموها الناس الاربطه. الاربطه دي يقول لك عنده تمزق في الاربطه، تمزق في الاربطه، تمزق في الاربطه. الاربطه دي انسجه ليثيه بيضاء كولاجين فايبرز، يا موجوده بره الجوينت يا جوه الجوينت. بتعمل ايه الاربطه دي؟ تزود التثبيت العظم ببعض. انا جبت عظمه وعظمه وحطيتهم بكبسول، طب عايز ازود الاتصال، يبقى مهم جدا. اللي مخه مهم جدا جدا يسمعك. انا ليه دي بفرتها وما تقلبش لفوق كده؟ يبقى ليه الجينا لما تيجي تفرتها كده الطلبة الصحيين دي رجلك ودي تيجي هنا كده وتيجي على الوقت ما تقلبش كده لفوق حاجه زي كده، يبقى في حاجه بتتشد تمنع الحركه اللي هي مين؟ الليجم. يبقى الليجم من ضمن وظائفها زوده الثبات بتاع العظم، وزائد بتمنع الحركه الزايده. يبقى لو بصينا كده مع بعض من دايره نكون صحيين هنقول اللي جاي نقول ايه؟ الليجم سبورت يعني تدعم، وسترينث تقوي المفصل، يبقى بتعمل مفصل وتقويه. وبدي انكلود الكبسول، الكبسول نوع من انواع الفايبر ستيشو، وليجمنت بره ليجمنت جواه، اكسترا كبسول تبقى ايه ليجمنت؟ يبقى ليجمنت بره الكبسول، طب وانترا كبسول ليجمنت جوه المفصل، يبقى ممكن الليجمنت تبقى بره المفصل او تبقى هي جواه جواه. في ناس الكلام؟ اللي جاي ده بقى اوبشنز، ستراكشر انسايد ذا سينوفيا جوينت كابتي. ايه الاوبشن دي بقى؟ انا اشتريت عربيه بس العربيه طلع فيها سي دي او طلع فيها تليفون راك، هل كل العربيات فيها كده؟ لا. يبقى اللي انا هقولهم دول حاجه نوع من انواع الاوبشنز مش موجوده في كل المفاصل. يعني تفتح المفصل تلاقي جواه ليجامنت، مش كل المفاصل جواها ليجامنت. الني جوينت الركبه، جوه الرباط الصليبي اكيد كل اللي قاعدين قدام سمعوا الرباط اسمه كروشيت ليجامنت. لو بصينا كده في الصوره دي قبل كده لو سالتكم سؤال النار والقلب كده، ادي المنظر بتاعي، ده مفصل مفاصلنا، ده مفصل الركبه بتاعنا. ايه اللي جوه مفصل الركبه ده يا ولاد؟ هنا كده يا ريت تقول لكم مفصل الركبه بسرعه. ده مفصل النين اللي جوه ده، النين رباط بيعمل مع بعض تقاطع كده بيسميه الرباط الصليبي. هل كل المفاصل جواها رباط صليبي؟ قال ده النين بس.
اسم الصليب ده كروشيه ليجمنت، اسمه ايه؟ كروشيه ليجمنت، اسمه ايه؟ كروشيه ليجمنت. يعني بعض المفاصل مش كلها لما افتحها واخش جوه ليجمنت اسميه ايه؟ ليجمنت ده كروشيه ليجمنت. واحد في حاجه ثانيه او عندنا المفصل بتاع الكتف بتاعنا اسمه شولدر، لما نفتحه نلاقي جواه ده برضه صوره حلوه جدا، الصوره دي كويسه الصراحه. بصوا كده معايا، ده مفصل من ايه برضه تاني، مين اللي متوقفين مع بعض دول اسمهم كروشيه ليجمنت. هنا الصوره بقى فيها حاجه مفيده كمان، في حاجه اسمها منسكس. كلمة منسكس يعني هلال، يعني هلال رمضان أو هلال الفرق القمرية ديت ممكن أسميه منسكس، أسميه إيه؟ منسكس، اسمه إيه؟ منسكس، والجمع اسمها منسكاي. إيه كلمة المنسكاي؟ الشباب اللي بيلعب كورة اسمها عندنا جوه الهيتوس اللي بقى جنتل إيه؟ عندنا كارتنج عامل زي الهلال كده، عددهم اثنين. ده هلال كارتنج وده هلال كده. ده كارت عامل كده وكارت ثاني عامل ده شكل هلال وده شكل هلال. الاثنين دول موجودين جوه مين؟ جوه مفصل النيل. محطوطين في عظمه اسمها تيبيا وتركب فوقهم الكيمه. هقول حاجه للشطار بس والباقي ما يسمعوش. عظمه القصبه دي اسمها تيبيا احطها. والعظمه اللي فوق دي فرد اسمها كيمه مش مهم الاسم. قربت دي في هايلاين كارت ارتكل وقربت دي في هايلاين كارت خلاص 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 قال لا 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 ده لازم ارجع لتحت تاني احط عليه هلالين من الكارت. في الصوره باينين الهلالين دول انا ما حدش شايفهم اسمهم ايه؟ منسكس. الكتاب بس الرسمه بدائيه كده على ايدك الشمال من فوق او اليمين من فوق. ده جوه المفصل النيل. لعبت الكوره ديت يجي يحط كوره كده ويلف كده جسمه وتشوط الكوره. مع الشوطه ديت العظمه دي بتشوف على العظمه اللي تحت. وهي بتشوف عليها كده جامد ممكن المنسكس ده يتقطع. وبالتالي يقول لك عنده غضروف في الركبه، راح يعمل عمليه غضروف في الركبه، ايه اللي حصل في الغضروف ده؟ اتقطع. طبعا ربنا عامله عشان يزود التناسق العظم مع بعض، ودي افكار هتفرجها في اللغه ان شاء الله. انما اسال سؤال، هل كل مفصل لما بفتحه هلاقي فيه على الارتيكولر بتاعه تاني كارت شبه الهلال؟ قالوا لا. كلمه منسكس يعني هلال، والسيمي ليونر شبيه الهلال. يبقى بليه طبقة شبيهة الهلال. هل الكلام ده في كل المفاصل؟ الناس صحية كده. قالوا عندنا بنقول ايه اولاد؟ المنسكس جمعها من سكاي، من سكاي مش من الساي، اسمها من سكاي برغم انها سي اي، اسمها من سكاي، اسمها ايه؟ من سكاي. وهي عبارة عن ايه؟ سيمي ليونر كارت. طبعا اللي فينا يعرف انجليزي ليونر يعني هلال، ولو كارت شبه الهلال يبقى اسمه سيميليونر شغيل كارت يا اما منسكس. هما تو سيميليونر بليتس اور سيم بليتس يعني راس شبيهه الهلال. تركيبتها فايبرو كارت موجوده جوه انهي جوينت اولاد لما كده نيجو؟ هل كل المفاصل فيها كده؟ قال لا. يبقى ده حاجه ثانيه، حاجه ثالثه. افتح المفصل الاقي ماشي جواه وتر عضل. العضلات فيها اوتار اسمها تندو. التندو نيجو اللي بره المفصل. عندنا ثلاث مفاصل في الجسمين منهم الشولدر. يبقى ماشي جواه تندو بتاع عضله اسمها بايسبس. انا مش لكم صوره بس طبعا الكلام ده هتاخدوه في القبر كتير. ان لو دول مع بعض قلنا منظر زي ده كده بس محدش يبقى سرحان تاني ده. لو لقيتوا مفصل كتف واحد قولوا لي. كان مش هنلاقي بسهوله كده. قال الاولاد لو جينا مع بعض كده هل في كتف باين في الصوره لغايه دلوقتي؟ مفيش. يبقى لو جينا مع بعض يبقى بعض المفاصل افتحها الاقي جواها ايه يا اولاد؟ الاقي جواها تندون عضله. وتندون عضله يا ريت ابقى صوره كده بسرعه وتفرجكم. قالوا هنا القبر المفصل ده اسمه ايه لما كده؟ ده شولدر جوينت. العضله ديت اسمها بايسبس. ده التندو بتاعها جاي من جوه الجوينت. يبقى بعض العضلات طبعا الرسمه اللي في الكتاب دي رسمه قد النار بتاع التندو ديت. المهم بالتالي اقول تاني يبقى ده مفصل كتفي ولو فتحته هلاقي جواه يا ولاد بقى كده ماشي جواه تندو. هل ده فينا كلنا؟ قال له يا دكتور ده بعض المفاصل ده الشولدر جوينت.
الرجال ده اللي طلعوا صحيين قوي قوي قوي، بس استنى الايه التركيز. لو قلنا كده مع بعض هنا كده بس محد السبحان، هقول حاجه صعبه جدا عليكم. اقول فيها ايه؟ لو ده ال بصوا دكاتره المستقبل ده مفصل اسمه تكرو مانديبيولار جوينت، يلا دبي احداث سنه قدام. ده الفك ودي دماغ، ده المندبل بس قاطعين منه حته. المفصل ده اللي انت بتتكلم بيه اسمه تمبرو مانديبيولار جوينت. كلمه تمبرو مانديبيولار جوينت لو بصيتوا على اسمه في الكتاب، الجمجمه 21 عظمه، العظمه اللي على الجنب دي او العظمه اللي على الجنب دي اسمها تمبرال بون، مش مهمه قوي، وتحتها الفك. فالمفصل اللي بين الفك والعظمه دي اسمه تمبرو مانديبيولار جوينت. اسمه ايه؟ تمبرو مانديبيولار جوينت. اسمه ايه؟ تمبرو مانديبيولار جوينت. ده مثال، مش ممكن نلخصها مثال. لو جبت بشره وشقيته هلاقي فيه ديسك واقف بالعرض كده، اسمه ارتيكولار ديسك. فين الديسك في الرسمه دي؟ لو حد فينا شايف هلاقي العظمه اللي تحت اهي باينه. الناس اللي صافيه، الناس اللي معايا كده تقدر تقول المنظر بتاعي ده يا اولاد. ادي المفصل بتاعي، دي عظمه المنتكل ودي الجمجمه وده الدور جوينت. احنا فاتحين المفصل على فكره، وجواه ديسك كده اسمه الديسك ده يا اولاد ارتيكولار ديسك. اسمه ايه؟ articular disc بتاع مفصل. اسم المفصل ده temporal mandibular joint. طبعا انت لما بتيجي تدوس بسنانك قوي على الاكل كده وكده وكده المندبل ده بيضغط على العظم اللي فوق، وجود الديسك بينهم يمتص الضغط شويه. والا لو العظم اتصاب على الارض حتى لو كان عليه كارت كان هيحصل فيه ايه؟ تاكلات. يبقى ربنا احتاج المفصل، احنا بنستخدمه في الاكل وفي الكلام وفي الشرب وكل حاجه، حط جواه ديسك اسمه الديسك ده ارتيكولار ديسك. هل كل المفاصل فيها ارتيكولار ديسك؟ طب انا اسال سؤال صعب جدا، ايه معنى كلمه كومبارتمنت؟ يعني مكان وجود الديسك دوت قسم الجوينت كم مكان؟ اثنين. الاوضه دي وحطينا فيها لوح خشب بالعرض كده تبقى قسمتها كم مكان؟ اثنين. واحد فوق واحد تحت. احنا مش هنحفر في الديتيل قوي بس هتفرق معانا ان الجوينت بتاعتنا ممكن تبقى فيها حاجات زياده. انا قبل ما اعيد الكلام، يبقى كل سينوبيال جوينت، كل اولاد سينوبيال جوينت يتميز انه متحوط بمين؟ بفايبرس كبسول واحد. وكل سينوبيال جوينت للطلبه الشطار مش كنت لا ليه عظم بيقابل بعضه عليه كارت اسمه ارتيكيولا، وده نوع ايه؟ هارلايت. وكل سينوبيال جوينت ليه كافيتي، وكافيتي اسمه كافيتي الخفي بوتنشال كافيتي. موافقين على دي كمان؟ وكل سينوبيال جوينت جواه ممبرين اسمه سينوبيال ممبرين، بيبطلوا بيطلع السائل ويمتصوا. تمام. وكل سينوبيال جوينت في سائل اسمه سينوبيال فلوي اللي هو زي البياض البيضاء. تمام. وكل سينوبيال جوينت ليه ليجن بتتسندوا يا بره يا جوه احيانا. انما مش كل السينوبيال جوينت فيهم الاربع حاجات اللي قلناهم في الاخر اللي هم يبقى مين بقى؟ الاقي جواه ليجن زي الكروشيت، الاقي وطن عضله تندن عضله زي الشولدر وعضله اسمها بايسبس، الاقي جواه ايه لو ما كده منسكس هلال. يبقى الاخر اربع حاجات دول دول اوبشنز. انا اشتريت عربيه فيها تكييف، انت اشتريتها من غير تكييف، دي كلها اوبشن. انما اهم حاجه في العربيه الاربع عجلات والموتور والدركسون عشان تسوق. يبقى في ثوابت وفي اضافيات، الاربعه اللي في الاخر دول ايه؟ اضافيات. اسال بس سؤال، مين يعني الجوينت يخليه ستيبل؟ ليه الجوينت ما يتخلقش من نفسه ويحصل خلق اسمه ديسلوكيشن؟ نبص في الكتاب. الكلام ده ايام الريتنج كان سؤال ريتنج، ايه عوامل ثبات الجوينت؟ ستابيليتي اوف ذا جوينت. انا موجود قدامي ده عنوان كده اسمه ايه؟ الفاكتورز العوامل اللي بتثبت مين اولاد الجوينت، فاكتور اوف ستابيليتي. الشيب والفيتنج اوف ذا بون. لو جبت عظمه عريضه قوي كده وركبت فيها عظمه كده، الاقي العظمه ثابت في بعض. هضربك مثال تاني، لو جبت كرة باسكت، كرة باسكت قلت لك امسكها، هتمسكها بايدك اخدها منك بسهولة. لما اديت لك كرة بينج هتمسكها كده. فكل ما العرض يبقى مناسب بعض متداخل في بعضه يبقى الجوينت يا ولاد ستيبل، وكل ما العرض يبقى مش فيه في بعضه قوي يبقى المفصل ايه؟ ان ستيبل. لو حطيت على المفصل كبسول ضعيف او كبسول قوي
يبقى كل ما يبقى ضعيف يبقى المفصل يتخلع، وكل ما يبقى قوي المفصل ايه يا يبقى ثابت. لو حوطت المفصل باربطه ليجمنت قويه يبقى الجمجم، لو قلبتهم عكس كده. اخيرا لو المفصل بيتحرك بسترونج مصل، عضله من قدامه وعضله من جنبه من وراه، هل الخلع يبقى سهل ولا صعب؟ قال له صعب طبعا، ده انت جايب عضله من هنا حطيتها هنا، يبقى المفصل بقى ستيبل قوي. يبقى استلمت محسومه بكام حاجه من ديت؟ اربعه. شكل العظم واحد، شيب اوف ذا بون واحد، وقوه الكبسول والالاستيسيتي بتاعته اثنين، وقوه الاربطه والليجمنت ثلاثه، وفي نفس الوقت قوه العضلات اللي حواليه. لما تدرسوا اقر ولور المفصل ده ضعيف جدا بيتخلق كتير، والمفصل ده صعب جدا يتخلق. هقول جمله هتفتكرها في الترم الثاني، الابر مخلوق للموبيليتي واللور فور ستابيليتي، مش كده؟ لا، يبقى طول عمرنا هنعيش تحت هذا التاثير. المفصل ده هيبقى بينا ناس كتير قوي عندهم خلق فيه، ده نادر جدا، مش كده؟ لا، هنا العرض مش مناسب بعض، والاربطه ضعيفه والليجمنت ضعيفه، قصه طويله جدا. يبقى لما اجي اسال سؤال صحيح كده بسالها سؤال، انت تعبانه ولا ايه؟ هم مش كده؟ لا، قال اسال بقى سؤال، ايه اللي نايمك طيب؟ مركزه انت نايمك طيب؟ قالوا ليه؟ صعب جدا يعني. قالوا لما نيجي نقول مع بعض يبقى فاكتور ستابيلتي اوف ذا نيرف مجانين، فالطلبه اسمها ايه يا اولاد لما كده؟ يبقى في ستابيلتي اوف مين؟ جوينت. ستابيلتي اوف مين؟ جوينت. ستابيلتي ده مبني على كام فاكتور؟ اربعه. في حاجه اسمها ليميتيتي الموفمنت. ايه معنى ليميتيتي الموفمنت؟ لما بفرد رجلي كده قلنا في لجنه بتتشد من ورا توقف الحركه. احنا كلمه سمعنا عن الرنر اسمها انتاجونيست، مش كده؟ اللي بتعمل الاكشن عكس الاكشن بتاع مين؟ براين موف. قالوا ايه رايك؟ انا بفرد رجلي كده لحد معين العضلات اللي ورا دي سايبه الحركه. لو لقيت ان الحركه زادت بتنقبض توقفها، يبقى ده اسمه انقباض الانتاجونيستك مصر.